مرحبا 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 بكم في النشرة المسائية للأخ مبارك. يتواصل الذهاب تربط المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، حيث أكدت مديرة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير السيدة فتحية السفيري أنه تكونت لدينا وطنيات للبحث في قطاع البيوتكنولوجيا. كما أكدت السفيري أن التدريب ممتاز ولديه قيمة وأن الطلبة معترفين به. كما بينت خيري أن الشهادة معترف بها، ولكن على الطالب أن يدافع عليها في سوق الشغل. وفي سرقة خطيرة أضافت المديرة أن الإضراب المفتوح غير مبرر ولا يمكن للطلبة تحقيق مطالبهم وتجاهلها أسبوعين من الإضراب. وفي سياق آخر أكدت المصادر أن المكتبة في قطاع البيوتكنولوجيا تضمن حقوق التسليمات المكان، وما زالت الوزارة المعنية تفند مثل هذه الأرقام وتقول أنها كاذبة. بعد إثر هذا تم عقد أول اجتماع تفاوضي مع طلبة البيوتكنولوجيا. بعد الثورة الشروع في أول إضراب لطلبة البيوتكنولوجيا. بعد الثورة تواصل تهميش قطاع البيوتكنولوجيا. بعد الثورة وفي هذا السياق تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على مجموعة خطيرة ومنحرفة تطلق على نفسها اسم اللجنة الموسعة لطلبة البيوتكنولوجيا، بتم تحريض الطلبة على الإضراب والتخطيط له مع سابقية الإضمار، وتم التحفظ على بقية المعلومات لضمان سرية التحقيق. وهذه صور حصرية لأفراد المجموعة. كانت هذه النشرة المسائية للأخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة ودمتم بخير.